والبركة ينطلق بسم الله ما شاء الله. اللهم إنا نسألك من الخير كله مباشرة مع المركز الأول، مباشرة مع صدارة الأسماء في مقدمة الشوط. هناك الطاغي راشد بن غالب المنصوري مع المقدمة والصدارة، الجذاب فيصل بن راشد بن طالب آل شريم مع المركز الثاني، المركز الثالث وهو يا مرحبا يا أبو مظفر سعيد بن مظفر العامري، ورأينا هذا الشعار في أول الانطلاقات الصباحية، وهذا هو قصة حضرت مع الطائر كما حضرت مع منوة النواميس في أولى الانطلاقات. أرى تسلل سريع ناعم وملحوظ حلق هنالك مع مقدمة الأسماء وطار الرويان محمد بن ظافر بن مسعود الأحبابي على مقدمة الشوط، ودخول أيضا من الزاوية الأخرى، وهنالك مزيون يا مزيون يا مزيون يا مزيون سليم بن مسلم بن قنزول العامري، وكذلك الأسماء الكبيرة والباحثة عن نصر الذيب مظفر بن حمد بن محمد العامري، أحد الأسماء الخطيرة اللي سجلت أيضا النواميس والانتصارات، بينما بحثنا مستمر دائما وأبدا في ظروف التغييرات السريعة. ها هنا ها هنا يا سلام يا سلام يا سلام، هنا باروت سعيد بن سويد بن غدير المنصوري الباحث أيضا عن الناموس والباحث أيضا عن النصر وعن الفوز، بينما من الزاوية الأخرى ومتعب مبارك بن سويد بن قران المنصوري المنصوري، والزوايا العديدة والتغييرات بسم الله ما شاء الله. لكن نكتفي بهذا القدر ونعود من حيث البداية، نعود مع المركز الأول، نعود نرى التغييرات سريعة سريعة جبرتنا حتما عودتنا إلى مقدمة الأسماء. يا سلام يا الطاير، يا سلام يا ابن خموشة، يا سلام يا ابن العملاق، يا سلام يا بطل العين، يا سلام يا التحديات. الطاير 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 والضغوطات الكبيرة، سعيد بن مظفر بن محمد العامري، والزاوية الأخرى أيضا أيضا باروت سعيد بن سويد بن قدير المنصوري، وكذلك الزاوية الأخرى وما تحمله لنا من الذيب، هذا أحد الذياب المنطلقة الباحث عن الناموس اللي غير على مقدمة الأسماء. يا سلام الذيب مظفر بن حمد بن محمد المزروعي مع المقدمة والصدارة، بينما 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 النايف وهالي النايفة وهالي رملة الراعي، هي النايفة ويلا هي النايف يا النواميس، خليفة بن محمد بن زهرة الخيالي على المركز الآن الثاني وعينه على المقدمة، بينما دخول من قبل الرويان محمد بن ظافر بن مسعود الأحبابي الحبابي، وصل رهيب علي بن خاطر بن هاشل الشامسي باحثا عن الناموس باحثا عن النصر. يا لها من أسماء ويا لها من تحديات، برميله برميله من حلق ومن طار باحثا أيضا عن الناموس، ناصي عبد الله بن محمد عبد الله بن مبارك بن حمد برميله العامري 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 العامري، يا لها من أسماء ويا لها من شعارات. والنايف اللي يبي السلامات لهالي النايف، النايف اللي حلق على المركز الأول، النايف اللي قاد لحمن الجعادين، النايف اللي سطر الذهب، النايف اللي تحمل هذه السيطرة. هنيالكم يا هالي العين، هنيالكم على هذا الإنتاج، هنيالكم على هذا الحلال، هنيالكم على هذه الانطلاقة. الله 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 الله، النايف النايف قدره نايف فعله نايف، أرى شعار كبير أرى شعار عملاق، من وصل بكل قوة هذا الأسد، هذا الأسد اللي بدأ يشكر ويكشر بأنيابه الحادة باحثا عن النصر وعن الانتصار. إنه الأسد محمد بن صالح بن خليدة المنصوري مع المركز الآن الثاني، وفي المركز الثالث المركز الثالث رهيب علي بن خاطر بن هاشل الشامسي على المركز الثالث، ويا لها من قوة مع ناصي عبد الله بن مبارك بن حمد العامري، وفي المركز الرابع والخامس والوصول من الرسمي سعيد بن فارس بن علي الخاطري الخاطري باحثا عن الناموس. وين السلام؟ 400 متر
متر نهائية، 400 متر نهائية، نايف وانت نايف، نايف يا الخيالي وانت نايف. الله 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 الله، النايف النايف والأسد، الأسد والنايف. السلام إلى وين؟ يالله يا بن زهرة، التاريخ يتحدث، التاريخ يتحدث، والنايف نايف وقدرك نايف. وصباح الخير يا العين، صباح الخير يا الطوية، صباح الخير يا النايفة، صباح الخير يا دار الزين. النايف النايف النايف، بسم الله ما شاء الله، النايف مع المركز الأول ومع التحدي خليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي، وفي المركز الثاني الأسد محمد بن صالح بن خليدة المنصوري، وفي المركز الثالث رهيب علي بن خاطر بن هاشم الشامسي، وفي المركز الرابع واري سعيد سهيل بن سعيد بن ذويب العامري، وفي المركز الخامس الوصول أيضا من متعب مبارك بن سويد بن قران المنصوري. الله الله الله، هذه لحظات الوصول، هذه لحظات الفوز، النايف والتوقيت الزمني المرافق لهذه الرحلة المنتصرة، النايفة الفائزة المبتسمة والسعيدة، بسم الله ما شاء الله. هذه لحظات الإعادة من مخرجنا المبدع والمتابع لكل كبيرة وكل صغيرة، لحظات الفوز، لحظات النصر، لحظات العلو، لحظات السمو، لحظات الوصول، وخط النهاية دائما وأبدا يرحب بهذا الوصول، بسم الله ما شاء الله. خمس دقائق 57 أربعة أجزاء من الثواني، النايف بسم الله ما شاء الله، خليفة بن محمد بن زهرة الخيالي، التحية له ولأنجاله الأبطال. المركز الثاني الذي وصل بكل قوة توقيت الزمني 57 سبع أجزاء من الثواني، المركز الثاني كان من نصيب الأسد محمد بن صالح بن خليدة المنصوري، وفي المركز الثالث التوقيت الزمني المرافق خمس دقائق. مشاهدينا متابعينا الأعزاء 58 وفاء وتماما وكمالا، هذه لحظات وصول صاحب المركز الثالث اللي كان رهيب علي بن خاطر بن هاشل الشامسي، والكلمة لزميلي العزيز دائما وأبدا سالم بن علي الحبسي. هكذا تواصلنا مستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في انطلاق جديدة من انطلاق